أنصار الأولمبي سافروا بحثا عن النقاط الثلاث، وأنصار المولودية قاطعوا مجددا في لقاء الفرصة الأخيرة بعد سلسلة نتائج متذبذبة. أبناء رواباح من البداية ضغطوا على دفاع المولودية الذي أبطل أول محاولة لمطراني في الدقيقة 12. بن علجية رد مباشرة على اليسار بتسديدة توزيعة نحو ركنية، بعدها كرة ثابتة انتهت عند تبي موقعا الهدف الأول، فيما احتج الأولمبي على الحكم إبراهيمي. أنصار المولودية بمن حضر غادروا الملعب بداية الدقيقة 21 احتجاجا على خروج الفريق خالد وفاض بعدما ضيع المسابقات الممكنة. وبعد ربع ساعة مطراني يبالغ في المراوغة ثم يسقط أمام الحكم فلم ينل ضربة الجزاء. وفي 39 عداد متخصص من كرة مباشرة أنقذها شعال القائد على مرتين. ديانج رد بتسديدة من بعيد لم تغير من واقع اللقاء لتنهي ركنية الأولمبي والرأسية البعيدة المرحلة الأولى. بن دبكة مع بداية الشطر الثاني أرسل كرة طويلة حاول فريوي الوصول بدون جدوى. باعوش رد من الأولمبي بمخالفة لم تغير النتيجة في ظل تبادل الهجمات بين رفقاء عدادي وديانج، حتى ضيع سامر على خط 18 مترا من توزيعة باعوش مرة أخرى. بن علجية ظهر مرة أخرى وفي الدقيقة 66 عرقل وفقا للحكم فنال ضربة جزاء سددها وسجلها أمادا. الأولمبي واصل الضغط بلا جديد رغم تسديدات عدادي ورغم التغييرات. بداية الدقيقة 80 أول وآخر هجمة منظمة من رفقاء بورديم تصل يسارا بتوزيع دقيقة نحو رأسية فريوي التي صدتها العارضة. صد آخر لشعال الذي أنقذ المولودية قبل إعلان إبراهيمي ضربة جزاء في آخر أنفاس المباراة سجلها سامر لتنتهي المباراة بفوز الفعالية واحتجاجات على الحكم إبراهيمي في مباراة فاز فيها من سجل. هما تاعنا تاع الاولمبي معروفين من بارتي وين نروحوا ويكونوا معنا، نستسمحوهم على الهزيمه هذه وان شاء الله نخلفوها لهم كونتر سيير ان شاء الله. اون جزنا يعني ان باساج افيد اللي كان صعيب علينا، مي الحمد لله عرفنا كيفاش نجيريو يعني هذا لو باساج افيد لوبستاك اللي جانا فزنا اليوم بمقابلة كونتر مدية، هذه راح تخلينا نريحوا ان شاء الله و اون فات بيان بريباري لو ماتش تاع جي اس كا.